يلا بينا. يلا بينا. أول مرة تعمل بودكاست؟ أول مرة أسوي بودكاست، بس أنا مستهلك جيد للبودكاست. ممتاز جدا. مين ما يحب بودكاست؟ أفتكر الكلمة بتاعتك، اللي ما عرفش يشتري ما عرفش يبيع، لكن اللي يعرف يشتري يعرف يبيع. يا نمبر 1 فور بزنس بيبل. جميل. طيب، أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حالياً في المملكة العربية السعودية، وأثناء زيارتي لمؤتمر لي اقمت في مكان سبحان الله، هي يعني يمكن احنا ما بحثناش كتير واخترنا مكان، ولكن سبحان الله كان افضل المميزات اللي حصلت عليها لما قعدت في المكان ده، بعيدا عن التجربه الجميله جدا، هي ان انا اتعرفت على شخص اقدر اطلق عليه ان هو بحر علم وعمل. شكرا. الله يبارك فيك، تستحقها واكثر كمان. من حسن ذاتك طبعا. وسبحان الله، يعني اولا نحب ارحب دكتور ناصر السعدون. دكتور ناصر، يعني احنا قعدنا يمكن كم مره، مرتين او ثلاثه، من الشرف. نعم. ولكن سبحان الله كل مره تاخد معلومه، كل مره تاخد من تجربه بشكل مبسط وجميل يفيدك انت، كل مره يكون مثلا عندك تشالنج او حاجه تكون بتشتكي منها يفكر معاك ويقول لك طب ايه رايك ممكن تعمل حاجه زي كده، او فبصراحه تجربه رائعه جدا، فده خلانا نقول طب ليش ما نعملش بودكاست فعدد اكبر يستفيد. يعني الشرف لي. الله يبارك. والله يعني شاكرين على الاستضافه الجميله جميل. طول عمرك وعلى قبولك لهذه الدعوه. من حسن ذاتك. انا سعيد اني اكون هنا ونتشارك مع اخواننا واخواتنا ونشارككم شيء جميل يناسب مقامكم باذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم. طول عمرك. طيب خلينا نبدا من سنين الخلف، ماشي، ونروح ناحيه النشاه. اوكي. لما كنا بنتكلم انت قلت لنا ان انت عدد كبير من الاخوان، ولكن انا مش عايز احرق التجربه، انا عايزك انت اللي تحكي لنا. اوكي. كاي عائله انت تتاثر بوين مكانك في العائله وكيف يعني العمر اللي انت فيه والجيل اللي انت فيه وكذلك الوضع الاقتصادي، التجارب الحياتيه اللي حولك، ومن الاشياء المؤثره كما يقولون السوسيولوجيست او الاجتماع انه انت وينك بهذا الفريق الخاص، او يعني انت الكبير ولا انت الصغير ولا انت في الوسط، وفي كلام كثير محطوط على هذا، بس بالعاده اللي في الوسط هم يقولون لهم اللي ما توقعات منهم قليله ومعطينهم مجال كبير يسوي اللي يبغون، اللي في الوسط الكبير مسؤوليه وقياده، والصغار اللي ياخذون ايش الحب والحنان وتوقعات قليله. هذا يعني الصفات العامه اذا كان نسهلها لا بشكل بسيط. يعني ده كان ميزه ولا كان بيشكل عليك ضغط؟ فرصه زي ليه؟ والله شوف، انا من اللي في الوسط، واللي في الوسط بالعاده انت ايش تبغى تسوي بهالمساحه، سواء في القياده فوق ولا في انت ايش بتسوي في الموضوع هذا. يعني عندك المصادر، النجاح يخلق من المعطيات. انت ايش تسوي بهالمعطيات وشلون تطلع منها نجاح؟ ما نقول لو عندي كل المعطيات عشان اسوي نجاح. فالحياه تحديات كثيره ونقدر نتعذر بكثير شغلات، وهذا بنقعد مع البزنس نقول لهم ما تخلق النجاح من اللي عندك، كيف انت تخلق النجاح او تاخذ اذا كان في نجاح تاخذ من اللي عندك مو من اللي المفروض يصير، لانه المفروض يصير خلاص ايش دورك؟ صحيح صحيح. كان عندنا دكتور رمزي عبد العزيز ودكتور ايهاب مسلم، عندهم لقب كده او يعني جمله كده دايما بيقولوها لك عافر بالمتاح. ما تقعدش تشتكي تقول الدنيا صعبه، ما مثلا معيش فلوس، معيش امكانيات، ما تقعدش تعيط، دور على المعطيات اللي عندك وشوف هاو تو، او يعني ازاي ان انت توفق المعطيات دي بحيث تطلع افضل نتيجه ممكن. صح كده؟ ابسولوت. يعني مره دقيق الكلام هذا والوصف، لانه نتعامل مع المعطيات لخلق النجاح. النجاح يخلق من رحم المعطيات اللي عندك، مو من اذا انت اعطوك كل المواصفات، اعطوك كل شيء، عفوا دورك ايش؟ خلاص هم سووا، هم نجاح لهم، هم وش لك انت؟ لانه مو اللي يوجد الموارد. صحيح 100%. لكن توجد من المعطيات كيف توجد قيمه مضافه، اولا اللي كنت مقتنع فيها، ثانيا الاخر تضيف له، بحيث في يبدا من هناك تبادل القيمي اللي ممكن يعوض ماديا او اجتماعيا او يعني دينيا او. صحيح. ذكرت نقطه جميله جدا، تكامل، وهروح من هنا للتعامل مع الاشخاص. انا شفتك اتعاملت مع الموظفين، شفتك هنا لما دخلنا المكتب وقلت كلنا فاوندرز، يعني انت بتشتغل مع فريق يمكن كبير، صح كده، واكتر من فريق واكتر من مكان، فممكن تقول لي كده انت نظرتك للناس اللي بيشتغلوا معاك ايه؟ جميل. هذا ياخذني ادخل شويه، بطلع فوق ننزل تحت في الشرح لو سمحت، او في الطرح الفلسفه في التعامل. احنا اليوم في اقتصاد المعلوماتيه وفي مجال اعلى لحركه الافراد والاموال، ويعني رغبه من الجميع في تخفيض
القيود لحركة الأفراد وهذا، وكذلك للتغيرات الكثيرة وتسارع التغييرات على المستوى التنظيمي على المجتمعات في الأعمال في القطاعات، والتحول الرقمي سوى خلخلة كبيرة في الأنظمة السابقة اللي هو الاقتصاد الصناعي اللي غطانا مدة من الزمن. جينا في الاقتصاد المعرفي اللي يعتمد على المعرفة، نعرف شيء اللي جاي من معلومة، المعلومة جت من تحليل، التحليل جاء من مجموعة بيانات ونقاط معينة، فصار informed decision، صار اللي هو معلومة مدعومة بتحليل وبيانات. هذا حتى مع الشركات عمرها صار أقل، التغير في الخدمات والسلع أعلى، التغييرات عالية، وصار التصور للهيكل الإداري السابق الكبير الهرمي ما عاد ينفع لأن التغييرات سريعة وتصير أسرع مما تتصور، من دخول منافسين، فتح احتياجات، تطور تقنية، تعديل في التنظيمات، أو بيئة لا سمح الله تصير. فهذا يبغالك تصير أنت ملتصق بالواقع، والواقع منه اللي مارسه اللي يتعامل مع الاحتياج ووفره، اللي هو ممكن الموظف اللي قابل العميل كل يوم، ممكن اللي العميل نفسه واللي يعبرك عن احتياجه. فموضوع حتى ليس اختيارا، يعني الهيكل الإداري الهرمي ليس اختيارا، مع أنه ناخذ التفضيلات الشخصية على جنب، احنا نتكلم عن احتياجات أعمال، فلازم يصير الهيكل منخفض ويصير مرن ويصير يتعامل أكثر مع الكل مور دايناميك ويتعامل كله مع بعضه يعني، واستجابة عالية، وكل واحد عارف خانته اللي يسويها، بس نقصر فترة توصيل المعلومة من احتياج والعميل إلين المتخذ القرار أو يساعد في خلق البيئة العمل والديناميكية التفاعل. فهذا يحتم عليه. إذا عاد ناخذ نظرة ثانية اللي هو التفضيلات الشخصية والستايل حقك أو أسلوبك في الحياة، وهل أنت انتروفيرتد ولا اكستروفيرتد، هل أنت تحليلك داخلي أو خارجي، هل أنت تحب التواصل عن طريق شيء نظامي ورسمي أو بأسلوب أخوي وعفوي وارتجالي. لكن أهم شيء تصير الروح واضحة والهدف واضح والموارد موفرة واللي داخله اللي بره واحد، عند كل الموظفين وعند كل الأفراد، ونعطيهم الاسم الصحيح لأنه هم شركاء. صح بالضبط. المينتاليتي دي بحس انه يعني لما انت بتعمل انكلوجن او بتخلي كل الناس انفولفد او يعني داخلين معاك في البروسيس وحاسين هم متقدرين ومرحب بيهم في الكيان وهم شركاء، ساعتها هم يعني هيبقى عندهم استعداد يبذلوا المجهود ويبذلوا وات ايفر تيكس او اي حاجه ممكن يقدروا يقدموها عشان توصل ناحيه الهدف اللي هو واضح في الاساس للكل، لانه هو جزء من الموضوع مش مجرد حاسس ان انا موظف بقدم كام حاجه او بعمل كام شيء او كده. سؤال بقى، بتعمل ده بشكل فطري ولا اتعلمت واتدربت عليه؟ شوف يعني جزء منها التعلم الاجتماعي، يعني كمجتمعات عربيه وسعوديه وخليجيه عندنا العلاقات قريبه ومتوافقه ومتلاصقه، في عندنا تقدير للهايراركي او الهيكله العاليه في ترتيب الاسره في المجتمع بالمنظمات. لكن اذا بتروح تتحول للاقتصاديات الحاليه اليوم يبغالك تصير واعي ايش تسوي وكيف تسوي ليش تسوي ومع مين تسوي، وكل الوايز وات اوير اند هاو اند الستة W words اللي هو معروفة، وتخلق تعمل بوعي، لازم يصير عندك وعي كامل، ولازم توضح الوعي للناس انه انا عامل الشيء هذا لاني اتوقع الشيء هذا، فبناء توقعات مشتركة وتحميل مسؤوليات، المسؤولية الصلاحيات تعطيها وتعطيهم مسؤوليات وصلاحيات وتمكنهم وتصير بمكانهم، وإذا قالوا لك يعني عندنا مشكلة شيء هذا تقول طيب بجي أشوفها عشان أقدرها مثل ما قدرتوها، أو أخذ كلامكم وأشتغل عليه. وإذا جيت حطيت نفسك مكانهم أو أخذت شفت كامل واشتغلت فيه معهم أو غطيت يوم كامل، أنت تعرف الواقع اللي يتكلمون عنه. بعدين تصير أنت استجابتك أعلى كممكن للفريق من العمل. فيبغالها، وبعدين حلو يصير اللي داخل اللي برا سهل واحد. يساعدنا كثير. في مثل بالانجليزي يقول say what you mean and mean what you say، قل ما تريد فعله وافعل ما تريد ان تقوله. يعني لازم يصير اللي خارج واللي داخل سهله. اذا كان انا كشخص يعني انسان من هالسبعه مليار او سبعه وشوي مليار اواجه مشكله مع اتفاقي مع نسختي اللي امس، واختلف واتفق مع ناصر امس، مع محمد امس، يعني
فبالك انت واحد ثاني وتبغى تتفق تبني صوره مشتركه، فلازم تصير الاريحيه والانفتاح لي خلينا نتفق على شيء ونقلل مساحات عدم الوضوح، ونعرف المناطق اللي احنا قويين فيها ونشتغل فيها، والمناطق اللي احنا نعرف ان فيها خلاف خلاص حط شخص ثاني او حول مجال ثاني في التعامل. وكل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له. اذا كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم انه واحد يكتشف قدراته الذاتيه ويحاول يسعى فيها، وهي اللي بييسرها الله اللي عنده قدرات داخليه تدعمها، انت من واجبك على الشخص الثاني تعامله بما هو يسير له، وتحاول فيه مره مرتين ثلاث في المجال هذا لين تشوف انت تساعده وتساعد نفسك في حصول على قيمه مضافه وتوازن للجميع. بما انك جبت حته كل ما يصل لما خلق له، خلينا نروح لنقطه ان احنا كنا في النقاشات المرتين اللي قعدنا فيهم كنا على حته المواهب، وان الشخص يحط نفسه في حته هو شاطر فيها. انا كحسام ثلاث جامعات، دخلت جامعه وخدتها وخدت جامعه ثانيه وخدتها ودخلت الجامعه الثالثه ومتخصص للثاني، لحين ما بدات اعرف حسام بيفكر في ايه. حلو. حسام عايز يعرف حاجه واصلها وما الى ذلك، فالساينس هو المناسب ليه. طيب ده ما عرفتوش في يوم وليله، وفي نفس الوقت ما كانش عندي حد يوجهني ولا يساعدني ان انا ابقى واعي كفايه ازاي اختار، ازاي اعرف نفسي، ازاي اعرف قدراتي، ازاي اعرف مهاراتي، ازاي اعرف شغفي وابدا ان انا امشي في الاتجاه ده. فبس الاول قبل ما نروح للحته دي وتقول لنا ازاي ان انا كشاب احاول اسعى واعرف الامور دي، هل احنا النهارده اصلا محتاجين نعمل ده؟ يعني هل احنا النهارده مش محتاجين نمشي بس على النظام التعليمي ونخش جامعه وبعد كده نتخرج ناخد وظيفه وخلاص، ولا لا يعني we need to do more، او احنا محتاجين نعمل اكتر، محتاجين نتعلم حاجات نعرف قدراتنا ونبدا ان احنا نطور فيها؟ السؤال هذا مره ذكي ومره شيق ومره في جزئين، جزء عملي وجزء المظله الفكريه. جميل. المظله الفكريه خلينا نقول ليش في جامعات؟ ليش في تعليم نظامي؟ ليش في ست سنوات، ثلاث سنوات، ثلاث سنوات ثانويه، جامعه مدري كم سنه؟ ليش ليش ليش؟ كان هذا احتياج اساسي بعد الحرب العالميه الثانيه، واستم نظام انشاء التعليمي بهذه الاحتياجات وتعامل مع الاقتصاد الصناعي. طيب هل احنا في الاقتصاد الصناعي؟ لا، اقتصاد معلوماتي. اوكي. طيب احنا قررنا في اقتصاد معلوماتي. طيب ليش ما نسوي شيء يتوافق مع الشيء هذا؟ طيب هذا شيء. ثانيا ايش غالبيه الاقتصاد اللي نتكلم عنه؟ نتكلم في الوطن العربي، ما نبي رايح بعيد، ما نتكلم عن روسيا، ما نتكلم عن الصين، ما نتكلم عن الدول الثانيه. في الوطن العربي احنا اقتصاديات يعني اقرب مالها الراسماليه واقرب مالها قطاع الاعمال والمال والاعمال والخدمات و يو ار ان يور اون، وفيه الجهه الببليك سيرفيس او القطاع العام ومنظماته وجهاته، وهذا يعني يبغى له تدريب وتجهيز خاص بقدراته. لكن نتكلم عن احتياجات الخدمات في الاقتصاد والاعمال والخدمات في القطاع المعلوماتيه. نجي ناخذ من تركه الاقتصاد الصناعي اللي يناسبنا. مش كل الوظائف تتطلب انك تاخذ شهاده مهنيه، انك اكملت عدد ساعات دراسيه تحت مظله البكالوريوس الثانويه، مش كل التخصص. مثلا بتكلم عن الطب، الهندسه، الان حتى الاقوى المهندسين اللي ياخذون شهادات مهنيه بعد ما يتم عدد ساعات معينه في الهندسه. لما نتكلم عن المدرسين نفس الشيء، لازم حتى لما تاخذ الشهادات مثلا في السكبة، شهاده السعوديه، زمالة السعوديه للمحاسبين القانونيين، يتطلبون منك انك تاخذ عدد ساعات دراسيه معينه بمستوى معين بمواد معينه باسمها في درجه، ما يقول لك بكالوريوس، يقول لك عدد ساعات معين 130 او 124، وبعدين تاخذ تتقن مواد، تاخذ اختبارات معينه قياسيه. الفكره على المهاره، وهذا المطلوب الان. المهارات هذه هل تحتاج بكالوريوس لها؟ هل تحتاج لها شهاده ثانويه؟ هل تحتاج لها شهاده؟ هم ياخذونها عشان تصير مؤشر انك اتقنت الحد الادنى للوصول للجوده في اتقان المعرفه وتوصيل الخدمه او التعامل مع. لكن هي حدتها مش كافيه. كانت احتياج في السابق، كانت تجيب شهادتك توظف حتى لو انت مؤهل. كانت في تشتهر اكثر اعتماد على شهادات في الاقتصادات الريعيه، في القطاع الصناعي وقتها. بس الان مع تغير الاعمال وانه عمر الشركه اصلا صار اقصر، وعمر الخدمه صار اقصر، والدمج ما بين مهارات كثير ما تغطيها الشهاده معينه. اصلا
لو نرجع تاريخ الجامعات مثل اتخذت تخصص مثل الكمبيوتر ساينس او الحاسب العلمي اصلا هو الدمج ما بين الاحصاء والفيزياء وبعدين لما شافوا في مواد كثرت سموها الحاسب العالي معي وتخصصه هو بالهاردوير ولا بالسوفتوير وبعدين جزء من الانجينيرنج ما صار ما بين الانجينيرنج وما بين الاذر ساينسز ما بين العلوم وما بين مع مثلا مع الهندسه في شيء يسمونه ايفولفنج نولج بيست اريا تطور لاحتياجات معلومات معينه واكثر الناس اللي عندهم اداء فوق العاده تلقاهم اللي عندهم يسمونه عده تخصصات فرعيه ما تدري اللي عنده فهم في عده جوانب ليش نفهم في عده جوانب طيب ليش الاحتياج هذا لانه الخدمه تتطلب انك توفر هذا مثل عشان تسوي لك اشعه بطريقه معينه وتقراها بطريقه معينه لازم عندك فهم يعني بالاساسيات بتاعت الفيزياء مثلا مع الاساسيات الطبيه اللي ايوه والانسان وهذا وبعدين انت كيف تقراها بعدين كيف تسوي لها تقرير وبعدين كيف تربطها في طريقه الدفع اللي يفضلها العميل تامين او نقد او دائره محاسبيه حقت فعندك عده دوائر طيب مع شخصيه العميل وعمره مع احتياجها والوقت حقها وتخزينها واليونيفايد فايل حق ميديكال في كثير كومبلكسيتي بس هذه لذلك تعدد في المهارات فلازم الان السمه للعصر هذا انك تاخذ مهارات ما تاخذ شهادات الشهادات اللي ما بتعطيك تخدمك في المجال هذا لا تاخذها والهدف مو هو بالشهاده وتوثيقها اجاده القدره على خلق قيمه مضافه في المصنع في العياده في الخدمه في المكان خلف الشاشه صار احنا كافراد بقينا عاملين زي البيزنس اصلا كل واحد فينا بقى بيزنس واحد صح ايوه واكبر دليل شوف منصات كبيره زي خمسات موقع فايفر موقع مستقل زي المواقع الكثيره ما هو مدفوع يعني الكلام هذا لكن مواقع الخدمات عطني قيمه مضافه وخذ مقابل مادي خلينا نتبادلها فتخيل انت عندك خدمات متعدده وتجي صاحب اعمال او تجيب مالك الشخصي او احتياج قائم وتسوي له عكس في هذا الخدمة تعكسها وتأطرها وتضيفها بحيث المستهلك يجي خدمة متكاملة سواء في قطاع السياحة سواء في قطاع التدريس نقل المعلومات سواء في التقنية في البيع الإلكتروني في السايبر سيكوريتي الأمن الأمان إدارة الحشود يونيمت الصناعة النمذجة المالية الاستثمار الصحة سؤال طيب يعني خلينا دلوقتي انت قلت حاجة مهمة جدا وهي ركز على المهارة أكتر من الشهادة وانت عندك مؤسسة وعندك شغل جميل لو شاب جالك وفي جوب معينة انت بتتطلبها بتتطلب مهارات معينة 1 2 3 الشخص ده عنده المهارة لكن ما خدش ولا شهادة في الجانب ده توظف ولا صارت معي صارت معي قبل 4 سنوات اول ما بديت اعمالي في السعوديه جيت من الخارج بديت استقر هنا جاني طلبت كان معي بزنس بارتنرز قاعدين نتكلم قلت هذا المجال يبغى له واحد يغطيه انا ما اقدر اغطيه لان عندي احتياج عندك احد يغطيه قال عندي شباب تبغى اول ما بدا لي قال لي في ناس ماجستير وفي ناس بكالوريوس قلت له لا لا انا ما همني الشهاده انا ما تضيف لي قيمه لعميلي ولا تؤدي الاحتياج حقي قال لي شو سلمات قلت له لا انا ابغى واحد عنده المهارات هذه يتقنها ويلتزم فيها ياخذ القياده وياخذ الالتزام والمسؤوليه وانا اعطيه المقابل المادي واعطيه الممكنات من موظفين اضافيين من بيئه عمل من عملاء من كذا قال لي اجيب لك واحد ثانويه قلت شهادته له اذا طلبت انا شهاده لحق انا اطلب هذه مهارات يعرف يعملها طبعا. يعملها قال لي انا اضمن لك واحد اشتغل فيها في 20 سنه من 15 سنه قلت له ايش اسمه قال اسمه علي قلت له علي جيب علي خلاص جلس مع علي قلت ايش تبغى قال ابغى الراتب الفلاني قلت جاك ايش تبغى قال انا بسوي المهارات قلت بتسوي لي المهارات دي قالت عندك اتفاق عادي طيب خلاص انا بوفر لك بيئه عمل اوفر لك وظيفه اوفر لك اعمال بتغطي لي الجانب هذا هذه مسؤوليتك من اي تو زي اي احتياجات احنا نوفرها ندعمك انت تقفلها قال تبغى شيء قلت عندك هويه وطنيه ورقم حساب قال عطناهم الباقي اسم مسؤوليتك انا لي الشغل الباقي تبعك فصارت الشهادات مثلا دكتوراه الماستر البكالوريوس انا اعتبرها شيء الان من الطرف الفكري واحد بينظر كيف ينظر للحياه فيها ترى فيها إضافة فيها قيمة وشيء محترم
ما نقلل من قيمة الشهادات وأهميتها وتسهل عليك وتدمج لك المواضيع وتختصر لك السنوات، مثل في الطب شيء مركز، بس هل نقدر نركز في الثانوية؟ نعم. هل نقدر ندرس واحد وعمره 15 يستوعبه؟ هل نقدر ندرس واحد عمره 13-12؟ هل نقدر نعطيه أساسيات تشريح الجسد، الدورة الدموية، أيوة المواد يعني تأثير السبستنس علينا، نقدر نعطيها المعلومات. طيب هل نحتاج كمؤسسات ومنظمات تعليمية نعيد التفكير في متى نتمكن ونمكن الشخص من الحصول على المعلومة ونعترف فيها بشكل رسمي بحيث يسهل علينا تبادل الخبرات والثقة فيها؟ والهدف من الشهادة خلاص، أنت إذا أخذت مع شهادة فلانية أنت خلاص هذا مغطي كذا كذا، بس الواقع الحين مع التنافسية الكبيرة ممكن واحد من شهادة مع القدرة. عشان كذا حطوا شيء اسمه، في شيئين حطوه لو تلاحظ تغييرات، الأورينتيشن يير، السنة التحضيرية ببعض الجامعات، هذا معناته أنه نبغى نعيد الثقة في دراسة، نتأكد من جودة المخرجات، اختبارات القياس من القياس وقدرات ومدري إيش، وفي كل المستويات السات وفي المستوى العالمي، عشان نتأكد من هالمراحل النظامية هذه تمت بشكل. طيب لو حصلت على مهارة بدونها حياك الله. طيب هالحين عندنا في بعض كثير من الناس اللي المتطورين واللي يبحثون لي يعني سرعة في الاستجابة يدرسون أطفالهم مواد بكالوريوس وهم لسه في مرحلة متوسطة. أوكي بريك سريع. وكنا بنتكلم على جانب المهارة والتعلم والشهادة. الآن كيف أنا عمري 12 13 15 18 كيف طيب أفهم موضوع شهادات وأنا قبلت في الجامعة ألف ولا أنا طالب ثاني ثانوي ولا ثالث ثانوي وبصير محاسب مثلا، هل اخذ شهاده؟ هل اروح اشتغل مع محاسبين؟ ايش معنى محاسبه؟ ايش معنى تفاتر؟ طيب الفكره اللي لازم نعرفها انه لما تروح تدرس حاجه، انت رحت طالب في الثانويه مثلا او في الجامعه، انت تدفع شيئين، تدفع الوقت والجهد، زين هذا اللي تشوفهم انهم هذا اللي تحطهم. في شيء اسمه فرصه بديله، ممكن تعمل أيوة حاجه ثانيه. ايوه مش العمليه، مش لان انت نمت واكلت وشربت وجلست وارتحت وصحه وجايب ذهن، فانت لازم تاخذ شيء مقابل يستاهل. صح. طيب لو سويت شيء ثاني، لو اشتغلت بمكان ثاني، هل طيب خلينا من هذا، انت ايش اللي تطلع فيه؟ طيب انت ايش تطلع فيه؟ رحت للجامعه، رحت للثانويه، هل القيمه المضافه لك من ناحيه معلومات، اللي قلنا احنا في اقتصاد معلوماتي والموضوع التحدي انك تحصل على مهاره ومهاره تستخدمها، وهذا اللي بتقعد معك لو تجيب شهادات الدنيا وتصفهم، لكنك ما عندك المهارة الحقيقية بينك وبين نفسك. عفوا يعني قولتهم يقولون سعيد بمعرفتك. ايه صح. قلت نو شيء جميل، او انت معك الثانوية، انت معك البكالوريوس، او جميل جدا، انا ايش يهمني؟ لكن اللي يهمني واللي ابغى اعرفه، او انت تعرف تسوي حسابات، انت تعرف تسوي القيد المرحل، تعرف تستخدم الاكسل مثلا، انت تعرف تسوي قائمه الدخل وقائمه حركه النقد، انت تقدر تسوي تعطيني ارباح وخسائري، انت تقدر تسجل لي الاصول، تقدر تسوي لي النقد، تقدر تتابع الحساب مطابقه مع العملاء. هذه المهارات اللي يبغاها من المحاسب. طيب شلون احصل على المهارات هذه؟ عندك عده وسائل، يا تتعلم اونلاين، يا تتعلم من خلال الغرفه والقاعه، يا تجيبها عن طريق شهادات رسميه او الجامعه مثلا، او تاخذها تشتغل مع واحد يدربك فيها، او تاخذ كومبينيشن. فالاحسن ان نركز ايش القيمه المضافه لك من الموارد اللي متاحه لك، ايه الاوبشن المتاح لك افضل حاليا في في الوضع الواقع. يعني مش كلنا ممكن يبقى مناسب لنا قطاع الجامعه مثلا. أيوة. ممكن اتعلم نفس الشيء اونلاين مع نفسي، ممكن اتعلم نفس الشيء مثلا من خلال غرفه، يعني اقصد مثلا شركه او جانب مثلا عارف. بعطيك ثلاث اربع سيناريوهات نقدر نسويها عشان تشوف ان الفضاء مفتوح والقيود هي طريقه تفكيرنا. زي ما نفكر زي ما نحصل، لازم يصير هنا مستوي عشان تصير الاستجابه، سواء في الحضور او التعلم. هذا مثلا بعطيك سيناريوهات الاربع شباب تعلم المعلومات المحاسبيه. محمد راح في اخذ جامعه الكترونيه اونلاين ولا اوفلاين، مثل الجامعه الالكترونيه السعوديه، زين، ولا دخل لبرنامج تعليم جامعه مفتوحه اونلاين، ولا راح الام اي تي تعلم الكترونيا، زين، وهو في النهار شغال مساعد مع مكتب محاسبي او مع محاسب فرد، زين، او في شركه، لو ياخذ راتب بسيط. اول شيء يتعلم المهاره، يشوفها كيف تطبق الكترون يعني عمليا، ويدرسها اونلاين، زين، فيصير المعاني الكلمات لها معنى عنده، كيف يعكسها. الشاب
سعد هذا الشاب الثاني لا خلص ثانوية وقدم على جامعة ألف باء جيم زين، وراح كل يوم ماخذ الكتب معه وراح للقاعة وجلس في القاعة، وجاء الدكتور سعد والدكتور محمود والدكتور خالد كل واحد يعطي محاضرة بعد 4 سنوات مشوار طويل، بيجي يقول أنت موظف جبت لك شهادة بتوظف عندك أستاذ، تقول ما أعرف إيش قلت القيد المحاسبي درسته في 103 قال لي أستاذ سعيد ودرست خلاص أنت تدخل حتى يسمونك فريش جراجويت، ليش ما تصير معك الشهادة ومعك خبرة والمهارة، لأنك فكرت وأنت طالب خلال 4 سنوات هذه تفكير أنا بس وظيفتي ما هي بتعلم، وظيفتي خلص بكالوريوس خلص شهادة، فأنت تشتغل خلص درجات خلص امتحان أنا الواجب وخلص أنت حتزبط زبط على قولتهم، تحضر الحد الأدنى تسوي الشيء المطلوب لأن العقل ذكي بيعطيك بيوجهك أنك تسوي الحد الأدنى للحصول على الهدف المطلوب، ليش تضيع وقتك زيادة، ليش تحضر المواد الإضافية، ليش تروح تطبق، لأنه لك حطيت شهادة في شهادة، لكن حطيت الامر في راسك في ذهنك قلت لي انا هدفي اتعلم معلومه وكيف اطبقها في الواقع في الشركات الخدميه في الشركات في المصانع في القطاع العام في القطاع في البيزنس بتاعي مثلا في 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 المبيعات الالكترونيه كيف المحاسبه تماما ترى تختلف عن المصانع، محاسبه المصانع والتكاليف تختلف عن المحاسبه اللي نسويها مثلا في القطاع الخدمي وحسبه التكاليف فيها وحسبه الارباح والخسائر ونماذج الاعمال والموديلنج والبرودكاستنج والكاش كيف يجي وكيف التغير تماما تختلف. ف تخيل انت لانك حطيت الامر هذا في راسك ابغى شهاده، لكن لو حطيته غيرته الى ابغى معلومه كيف اصير محاسب في القطاع تجزئه الجمله في القطاع التجزئه ولا في الجمله في القطاع الخدمي ولا في المنتجات الاستهلاكيه ولا في القطاع العسكري ولا في المصانع ولا في القطاع الحكومي ولا مراجع حسابات خارجي في القطاع الفلاني البنكي، فانت تطلب شيء من ذهنك ويستجيب لك، احتاج اتدرب مع الشخص الفلاني في المكتب الفلاني، احتاج اشتغل احصل على المعلومه دي وهذه مصادرها عده، راح ادور كمان اونلاين واتعلم شيء. ايوه فقلنا النموذج الاول انك تروح تعليم الكتروني زين وتشتغل في النهار مع في مكتب او مع محاسب في شركه، الثاني انك تروح تاخذ شهاده فقط، الثالث انك تقول لي ابغى اشتغل بدون ما اخذ خبرات، بس للاسف كيف تتعلم؟ يبغى لك المعلومه، يبغى لك واحد يعطيك المعلومه، فما تمشي معك تشتغل ايش؟ تقول اقل اضعف الايمان في المحاسب انك تبدا شلون تحط فلوس تطلع فلوس، يسمونه تيلر، يسمونه تيلر اللي هو كاشير زين، بس هذه مين محاسبه؟ هذه مهاره الاستلام الفلوس وتثبيتها واعطاء ايصال، تيلر وظيفه صندوق بس ما هي دوره كامله، ولا انت بتطور لانك ما اخذت تجارب تجارب خبرات متراكمه عندك زين، او انك تقول ابتعلم الكترونيا واشوف شويه يوتيوب وشوف شويه البودكاست حق فلان وشوف شويه البودكاست، بس انك ما تطبقها في الواقع العملي وهذا فساد. الاختيار الرابع الاخير انك تحصل على المعلومه بدون ما تطبقها يفسد الموضوع، بدون شهاده بدون تطبيق. الاختيار الثاني انك تبدا تشتغل بدون معلومات ما عندك حد معين، بيعطونك المهارة البسيطه، لان وظيفه العمل ترى ما بيدربك، وظيفته انك ياخذ المهارات اللي عندك وتطبقها عنده. هذا التغير الحالي في قطاع الاعمال، قبل تصور ثاني بس تغير الاسواق تتغير والاقتصاديه تتغير. التصور الثالث انك بس تاخذ شيء عشان الشهاده فاسد ولا ينجح لك، بتصير خارج غير قابل للتطبيق. النموذج هذا انك تحصل على المعلومه من اي مكان وتطبق بشكل عملي مدفوع قيمته هذا لا. بس ماذا لو مش مدفوع قيمته؟ هل ماذا يعني في اوبورتيونيتيز كثير ممكن اروح ما الاقيش اوبورتيونيتي مدفوعه؟ مش معناتها مش معناتها ليش يدفعوا لك ببلاش؟ لان هم يحسون انهم دفعوا لك شيء ثاني، التجربة العملية وتستمر شوية أنت حتى تحس لما تحس مهاراتك، هم أول واحد يطق عليك لو سمحت بنعطيك راتب عشان تجي أخذنا قيمة مضافة منك. أنا بسألك أنت لما رحت تجرب شيء بسيط، لما تأخذ قيمة حلوة من شيء اشتريته أو مكان أو خدمة وصلت لك، ما ترجع تعيد نفس السلوك أنت كمشتري؟ أنت هذا رب العمل نفس الشيء، إذا في قيمة مضافة منك بيرجع يقول لك هذا الرجل لو سمحت بعطيك زيادة، لا وهذه مكافأة رمضان وهذه مكافأة العيد وهذه مشاركة في نهاية السنة، بيدلعك صح لأنك أضفت له قيمة. هذا المختصر دي هاخدها منك، ومن الحاجات اللي احنا دايما بنقوله للمتدربين معانا او لما بنيجي نتكلم على الفريلانسنج وازاي انت تشتغل اونلاين وكل الكلام ده، دايما بنقول له ركز على القيمه،
ما تركزش على انا هشتغل مع العميل هيديني فلوس، طب هيديني كام، طب اركن كل ده، ركز على ان انت ايه الفاليو اللي هتديها للي قدامك. بطبيعه الحال الفلوس هتيجي، سواء بقى في قطاع فريلانسنج، في قطاع اعمال، في وظيفه، في وظيفه، صح كده؟ في مثل يقول what goes around comes around، whatever you do will come back to you. ايه صح، انت هتقدم فاليو، اي شيء تضيفه في الحياه قيمه بيرجع لك. يا بركه، يا قيمه اقتصاديه، يا قيمه معرفيه، يا سعاده، او مجموع من ذلك. صحيح. معي. صحيح. والارزاق، خلينا نتكلم عن الموضوع هذا، دخلتوني على موضوع ثاني. ماشي. الوعي فيه مطلوب. ايه. اقل الارزاق قيمه، وش هو؟ الرزق شمع... لو اقول لك ايش معناته الرزق، ايش معناته؟ الرزق ايش معناته؟ بس اي كان ايش معناته الرزق؟ منا من الله لنا تتعدد اشكالها، مال، علم. لو تسال واحد يقول شلون، يقول ما في رزق اليوم، وجالس واحد في السوق يقول ما في رزق، يعني ما في فلوس. دائما مربوطه بالقيمه الماليه. لكن في وهذه تراها اضعف القيم للنعم، النعم الماليه، لانك تحتاج منها شيء بسيط يكفيك في صحتك واكلك وشربك وتنام. طيب. هذا احتاج. طيب اللي دائما يحتاجها وكميه اكبر، مثلا حسن الخلق، الصحه، الامتنان، محبه، الهدايه، قبول ومحبه، التوائم والسعاده، التوازن الشخصي. ايه. وكل ترى المال مطلوب ومحبب ويساعدك في المساهمه في قطاعات اخرى وناس عاله وشيء جميل. ايه. بس بنفس الشيء في اشياء ثانيه مهمه. ايه. التوازن الشخصي، السعاده، الهدايه، الرضا، الصحه. معلش هقطعك في الحته دي. طبعا. هل ده معناه ان انا كشخص او حتى كبزنس مش عايش تجاه ان انا يبقى عندي بس بروفيت؟ يعني دايما احنا كبزنس، بزنس اورينتد شخص او نشاط تجاري، دايما انا عايز ماكسيمايز البروفيت بتاعي، اقلل التكاليف. هل ده معناه ان انا ممكن برضو كبزنس او كشخص بيسعى ان هو يعمل فلوس يبقى عندي اهداف ثانيه من ابواب رزق ثانيه؟ طيب الحين دخلنا موضوع اللي تفضلت فيه وتقول ليش دائما الافصاح عند الشركات افصاح مالي. طيب بدت المقاييس العالمية والمؤشرات انهم يطلعون خارج القياس لامور ثانية، سعادة الموظف، تطبيقات الجودة، بيئة العمل المناسبة، القيمة المضافة الاخيرة، مسؤولية اجتماعية. وصار تقارير ريبورتنج حتى على الشركات المساهمة في الاسواق المحلية والعالمية. الاسواق العالمية ما تدخلها الا انت عندك تحط تقرير للمسؤولية الاجتماعية والامباكت، هذا على البيجر امبريلا، على الصوره الكبيره، المظله الكبيره. ندخل على المستوى الشخصي، في بيئات عمل يسمونها جاذبه وفي بيئات عمل طارده. زين، في ناس على المستوى الشخصي، انت خليك من التعقيدات هذه كلها والمنظمات ولا. على المستوى الشخصي انت ما تحب تتعامل مع شخص مره مرتين ثلاث، وفي شخص حتى لو ماليا اعطاك حقك تتعامل مع مره ولا ترجع مره ثانيه. روح على المستوى حلاق، في حلاق تجي تنبسط وانت رايح له، على انه كل فوق نفس التكلفه واعطوك نفس قصه الشعر ولا يعني التحليل، بس مكان حسيت فيه قبول وفي فترجع تستمر لانه القيمه عندك عاليه، فترجع تتعامل مره ثانيه وثالثه. جلست. طيب على مستوى اصحابك، في ناس جلستم مجلس، في واحد تبغى تقابلهم مره ثانيه، وفي ناس تقول فرصه سعيده الله يبارك لك يبارك عليك، كويسين وحلوين يلا. لذلك جزء من ولازم نهتم في الجانب المادي لانه يعبر عن شيء قابل للقياس. الامور الثانيه ما عندنا ادوات جيده قياس لها، وهذا ضعف فينا. عشان كذا جاء الجنرال ريبورتنج في الجي اي اي الجي اي جنرال ريبورتنج امباكت اسسمنت، هذا تقرير عالمي لتقييم الاثر. فيجيك الاثر الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي والبيئي. زين. جاك تحليل مثل بيستل اللي هو التاثير على البيئه والتاثير على الانظمه والتاثير على المالي والتاثير السياسي والتاثير الاقتصادي. يعني في ادوات كثيره مثل بيستل كله مخلوق عشان يقيس القيم الاخرى في تحليل، مثل يستخدم لفهم الاسواق التاثيرات الخارجيه والداخليه لعمل معين. او في موجود قياسات عندنا في بيئة المال والأعمال وفي المنظمات، عندنا قياسات لها الأشياء الثانية، لكن بدأ من
الثورة الصناعية يعني الأولى والاندستريال إيرا كان التركيز على المال لأنه يتوافق أسهل شيء قابل القياس من ناحية حركة أو تقدر تضبطها. لكن في معايير أخرى، رضا العميل نشوفها الآن، كثير جهات تتكلم عن رضا العميل، نشوف مركز خدمة العملاء، مركز رضا المستهلك، بدينا نشوف تقييمات في الإلكترونية حتى للإسعاد أيوة، ونتكلم عن سعادة، نتكلم عن الأثر، نتكلم عن العائد الاجتماعي، العائد الفردي، نتكلم عن العميل المستمر من العميل العمر قصير، نتكلم عن تقييم العملاء في السوشيال ميديا، نتكلم كم ستارز وكم، وهل تتوافق ما تتوافق، هذه كلها القيمة المضافة وكلها تأثر، هل هذا أعطاك قيمة تستمر معه ولا لا. نفس الشيء انت تراك انت مؤدي للقيمه هذه، بس انت ما حطوك في، ما حطيت نفسك في السوشيال ميديا، ما حطيت نفسك كماده اعلاميه، بس تحط نفسك قدام الموظف، قدام اسرتك، قدام اصحابك، قدام زميلك، قدام جارك، قدام التعامل الرسميين معك، الحكومه، الله هذا مواطن صالح مو بصالح، هذا هذا. فهذه كلها احنا في يسمونها، احنا في دائره مستمره من التقييم والتغذيه العكسيه والمتبادله بينه وبين الآخر. جميل جميل. طب دكتور، يعني برضو احنا ما عرفناش للجمهور واخدك دكتور، ولما اتكلمنا من شوية قلت المهارة مع الشهادة ممتاز، لكن الشهادة بدون مهارة مش قيمة. فممكن بعض الناس تظن انه اكنك بتقول للناس ما تدخلوش جامعة، ما يعني فاهم قصدي. فانت بالفعل دخلت السلك الجامعي ودرست وما شاء الله في ابحاث، وكمان دخلت الجانب العملي وقطاع الاعمال وعملت البيزنس الخاص بتاعك. فممكن كده تكلمنا عن الايه، عن التجربه دي والترانزيشن، التحول من الجانب الاكاديمي الى الجانب العملي، والخلاصه بتاع التجربه بتاعتك. في مثل يقول كل زمان جنده رجاله، وفي شيء عندنا في في في, في الاعمال نقول الوضع القائم، مش هو ايش الاحتياجات الان القائمه. ما كان قائما في الماضي ما يحتم انه قائمه الان. نعم، خط اعرف معنى بكالوريوس، اعرف ثانويه، واعرف ماجستير، واعرف دكتوراه، واعرف انك تدرس في الجامعه وعشناها وتجربه، وفي كذا انستتيوشن صار لي الشرف اني انقل العلم وساهم في خلقه. بس لما نجي للنقطه الاساسيه اللي بنتكلم عنها، انه هل الشهاده لوحدها تكفي؟ لا. هل المعلومه لوحدها تكفي؟ لا. هل كومبينيشن اوف بوث او شيء من الاثنين؟ الإجابة تجي ما يتطلبه القيام بالعمل، ما هو يتطلب القيام بالعمل وإيجاده للمهارة، والعوائق اللي تواجهك لوصولها. الحين نشوف عوائق أقل أمام الشهادات والحصول عليها، لكن احتياجات كبيرة، ما هو بعوائق، احتياجات كبيرة إتقان المعلومة. هذا الوضع القائم الآن، وقيمة مضافة وفهم عميق. فأنت لو أنت رايح تدرس في الجامعة ولا في الأونلاين، لازم تعرف أنت مسؤول عن أنك استثمرت وقتك وجهدك، وما راح تعمل عمل ثاني فعندك فرصه بديله، ولازم تتاكد انك حاصل المعلومه هذه وتتقنها بحيث تعيد تطبيقها في الواقع. لانك لما تجي في الشركه ما بيقولوا لك ترى هذه بتسويها كذا وكذا وكذا، يقول لك اعطني المخرج الفلاني، ما يقول لك المهارات هذه انت من دراستك المفروض تعرفها. فعشان كذا في ناس تواجههم مشكله في الحصول على وظيفه، وفي ناس تواجههم مشكله في المحافظه على الوظيفه. ويمكن الثاني اصعب. الثاني اصعب، لانك توعد لكن اذا جيت تنفذ وينك؟ وينك؟ وبتصير مجاملات وحب خشوم شوي شوي، بعدين هالحين يقول لك الله يستر عليك، انت ولد الناس واحنا عيال الناس، ما حد مكلف بحد يا ابوي. الان تدري انه في قحط في الحصول على ناس عندهم قيمه مضافه، قحط والله العظيم. ندور موظفين ما نلقى واحد عنده قيمه مضافه تتوافق مع المهمه اللي عنده في المقابل المالي، والله ما نلقى. بس يعني عشان كذا الاعداد كبيره، العدد ما يعني توفر. سوي مقابله شخصيه، انت سوي فلتر، انت عندك المهاره الف باء، وسوي اعلان وشوف كم يجيك، بيجيك عدد كبير. قل له بتسوي المهاره، يقول كيف اسويها لك؟ طيب انا ما جبتك عشان اقول لك تمام، انا صرت بصير مكان تدريب، انت المفروض رحت في مكان التدريب الفلاني، مو بجايني هنا. طيب المفروض انت متدرب واسمك متدرب، لا انا بجيب لك موظف فبعطيك راتب، فعليك مسؤوليه، فقيمه مضافه. إذا أعطيتك تدريب ووقت، أنا كيف آخذ قيمة بعطيها موظف حقي؟ أبصرف عليك، صرت أنا بصرف عليك كل اللي أنت بتعطيني قيمة مضافة بحيث تشاركها مع العميل. يعني شفت المعادلة؟ لازم تحط نفسك بمكان الآخر، أنت صاحب عمل وتبغى تبيع، عندك منتج جبته، تجيب سعد بتقول له سوي لي تسويق إلكتروني تفضل، أو حط لي سوي لي متجر وبيع أونلاين، وعندك المتاجر هذه اشترك فيها
وسوي الصور ونزل وشوف مؤشر الاسعار وعطني الربحيه. انا عندي مؤشر هذا وهذا وهذا، ابغاها اللي عائد على استثمار، انا بتولى اجيب لك المنتج واحطه عندك. ولا انت حتى تحدد المنتجات اللي ابغاها وتجيبها، ابعطيك المال وبعطيك الحسابات وبعطيك التمثيل القانوني وبعطيك راتب وبعطيك نسبه من الارباح. زين، على انك تعلم كيف تسوق لهذا المنتج، عندك المعلومه. اللي من بنيه من بيانات جمعتها ومعرفه متراكمه وتحليل. انا بقى جمع تدريب وطب. انت يرون يعني مانجر تيرون يعني اتس يور بزنس. انا ماي بزنس تو جيف يو سالري، انت تو جيف يو اعطيك راتب واعطيك مكان انك تؤدي العمل واعطيك تمثيل قانوني واضمن لك تامين اجتماعيه، تامين صحي، راتب. طيب انت ايش تسوي لي؟ لو ما تعرف تعمل بتحضر لي 8 ساعات زي ما حضرت في الجامعه، بالتوفيق محتاجها. الكرسي عندي يحضر 24 ساعه. زين؟ محتاج. باثم لاين بجاملك وبعطيك فلوس وبقول لك روح لاهلك، ليش اجلسك 8 ساعات الله يحييك؟ فنجي عند الحقيقه. يعني انت ما تبغى تروح الحلاق وبتجلس ما يعرف حلك، ما تتقبلها انت، كيف تتقبلها على صاحب العمل؟ حط نفسك بمكانه، ترى انسان اخر اليوم ما هو سوبر مان ولا انسان خارق العاده. فهنا موضوع الربطة ما بين المهارات والشهادات. ممتاز. طيب هنروح لحاجة احنا كنا يمكن ما كملناهاش من شوية، وهي نقطة ازاي ان انا كشاب لسه بدأت في الجامعة، في ثانوي، في اعدادي، ايا كانت المرحلة، او حتى اتخرجت ودلوقتي انا تايه، انا مش عارف اروح في انهي اتجاه. حلو. ايه الحاجات اللي انا اعملها بحيث ان انا اعرف ايه قدراتي، شغفي فين، وهكذا، بحيث ان انا ابدا ادخل في مجال فعلا انجح فيه واتميز فيه ويبقى عندي قيمه مضافه لما اجي اقدم على الوظيفه وشغل، لما تشوفني تقول اه ده يعني ده كده الشخص المناسب، هو ده الشخص اللي انا عايزه، يعني الفاليو بتاعته بالنسبه لي اكبر حتى من الراتب اللي انا بدفعه. طيب في كل الحالات احنا في اي شيء نسويه لازم يصير عندنا القيمه اللي احنا نحصل عليها اكثر من المقابل اللي نتبادله المادي. وخذ مثال، انت رايح تشتري حاجه ما ترجع تشتريها مره ثانيه ثالثه اذا ما حسيت انك الان مستعد تبادليه، ريسيبريكال ريليشن، تبادليه، شيء مقابل شيء. طيب نرجع الموضوع، انا كيف اعظم القيمه اللي بعطيك اياها عشان انت تعطيني القيمه؟ زين، لازم تصير انا عندي شيء جميل او شيء قابل انه الاخر عنده رغبه فيه. طيب عشان يصير عندي شيء الانسان الطرف الاخر رغبه فيه، لازم اصير متمكن من هذه المهاره. عشان اصير متمكن من هذه المهاره ارجع اسال شيء، ايش المكونات اللي عندي عشان اتمكن منها؟ المكونات اللي عندي شخص، انسان، ذهن، عضلات، جسد، موقع معين، بعمر معين، بلحظه معينه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شيء مؤشر رساله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق العلم. جينا احنا في علم يعني علم اكتشاف الذات، علم الشخصيه، علم فهم القدرات والميول، قلنا ابحث عن ربي مسهل لك ايش في الامور. يعني ايش معناتها؟ انت تبغى تقرا كتاب، والكتاب هذا مهم، وهذا الكتاب اهم كتاب في حياتك تقراه، هو اللي بين اذانك، ذهنك، راسك، دماغك. ربي خالقك قديش، انت تحب ايش، تفلح في ايش، ايش يعني ايش معناته شهادة بكالوريوس أو شهادة ثانوية؟ معلومات متراكمة مقسمة تحطها وتفهمها وترجع إنتاجها تثبت أنك فهمتها، صح؟ يعني هذه مادة، المادة هذه يا تصير مثلا طب، هندسة، محاسبة، فنون، تاريخ، علم نفس، يو نيم إت، رياضة، تربية رياضية، يعني المادة هذه لازم تحط لك شيء يتوافق معك والسوق قابل أنه يبادلك فيه بقيمة مضافة. فشيء سهل عليك تعلمه واتقانه، يتوافق مع طبيعتك اللي انت بتعيشه 24 ساعه مدى الحياه. عندك شغف ليه خلاص، ما شيء عندك قدره تطور فيه ولا مو الشغف مو بكافي، بس اللي اهم من الشغف انت عندك قدره تسويه. انا مثلا عندي شغف اني اتابع الرياضه واحب الرياضه، بس انا رجال ما عندي عضلاتي تساعدني رياضيه، ما يعني اداء عادي، بس ما عندي العضله الفلانيه وفي الطول الفلاني والمهاره الفلانيه والمدرب الفلاني عشان يسوي لي لكن عندي شغوف في متابعه الرياضه، بس هل انا شغوف في الحركات الرياضيه وعندي جسد يساعدني لها؟ فالشغف جيد وشيء، النقطه الاساسيه يعني بوجهه نظري متواضعه اني اشوف انك انت متمكن من تقدر تسويه بطريقه بدون ما تتكلف. ما في ناس سهل عليهم يصيرون مثلا يبدعون في مجال الدقه في تركيب الامور بشكل دقيق. في ناس دقه في كتاب النصوص،
في ناس دقة في البرمجة. ناتشرال تالنت هو يحب تحليل داخلي وتفكير انتقادي، وهذه المهارة مهمة تحطها في المكان المناسب. في ناس يحبوا في يحسب الأمور ومكاييل ومقاييس، هذا ممكن تطلع منه كيمست، تطلع منه صيدلي رياضي، صيدلي تطلع منه حتى طباخ ماهر في الأشياء الدقيقة، لأنه كلها مواد مركبة. في شهادة، يعني بجيب لكم مثال هذا حصلته قبل، في شيء في الخلطات، في تركيب، في الدقة، مثل تركيب المعاجين معينة لدرجات معينة من الإسفنج أو البلاستيك، أو ما لها يعني لها تعليم يعطونك إياه أساسي، بس لازم تعلمها في المعمل من درجة الحرارة، زي طبخ الكيك، زي يعني هذه يبغى لها تقديرات شخصية. تأخذ العلم حقها، بس إذا ما كان عندك أنت ميسر لك تشوفها بطريقة معينة ما تقدر تتقنها. عشان كذا الشيف زي يروحون تدريب عملي عميق، وكل المهن الصناعية والمهن عالية الدقة في الطب، في الهندسة، في المصانع، في جانب الضيافة، في الطبخ، في الكيمياء، في حتى في البرمجة، في شيء اسمه الروح الشخصية. هذه لمسات يبين لك انه هذا، لان ربي ميسرها لك. فلازم تعرف انت ايش اللي المهارات اللي عندك ميسرها. كيف تعرفها؟ انك تمشي مره مع هذا، ومره تمشي مع هذا، وتمشي مع هذا، وتمشي مع هذا، سهلناها وسويناها اختبارات تحديد ميول. زين، جبنا لك الخبرات هذه حطيناها لك هنا. فتروح تاخذ 3-4-5 اختبارات ميول، انت تعرف مبدئيا انت في اي مجال. ومن هناك تركز زياده، تشوف ايش اللي قابل السوق يعطيني فلوس مقابله، ايش اللي موارد متاحه عندي للتعلم، وايش انا احب وعندي شغف فيه. تجي اخر، كل ما تدمج كل ده مع بعضيه، كل ما يكون في الاخر القيمه المضافه بتاعتك عاليه، وبالتالي قيمتك سوقيا خلينا نقول افضل. فممتاز. طيب لو احاول كده اعمل فريمينج ليهم كلهم او انظمهم كده كلهم، حاولنا القدرات، قلنا الشغف، ماشي، وفي النص كده قلنا الشخصيه، ماشي، وممكن نضيف عليها الفرص. النهارده المجتمع يعني في فرص ممكن موجوده النهارده ما كانتش موجوده من سنين، والعكس ممكن زمان شيء كان لي فاليو كبيره، النهارده الفاليو بتاعته مش نفس الوضع. فانا لو عايز اتميز في مجال معين ابدا ابص على اربع الجوانب دول، والاجمل حاجه يمكن اتقالت تعرفني كل ده هو ان انا انزل اجرب، اروح اتدرب مع المكتب الفلاني شويه، اروح اتدرب مع الشركه الفلانيه، واشوف ابن عمي شغال اسمع منه. كل ده هيخليني ابدا اكون فكره كده عن المجالات دي، وبالتالي اختار المناسب ليا. طيب تماما تماما تماما، لان هي معادله كل عنصر ياثر في كل شيء. وما ينفع نفس الشخص هذا مؤهلاته لو انه في اسبانيا يختلف عن اللي بيصير في السعوديه، لو يختلف عن اللي بيصير في الهند، لان المعطيات يسمونها البيئه المحيطه، ايش اللي يحتاجونه هناك، وايش النظام الاقتصادي والاجتماعي والفرص والموارد وطبيعه العمل في المكان هذا تحتم عليك. يعني نفس الشخص تحطه في كل مكان يختلف، لانه عندك معطيات تتفاعل معها، في شيء داخلي عندك، ذاتك وذهنك ومشاعرك واحساسك وتصورك وشخصيتك، وفي شيء اسمه المجتمع، في شيء اسمه نظام العمل، في شيء اسمه الموارد المتاحه، في النظام المالي والحصول على الموارد الماليه، فيها الفرص وطبيعتها، فيها المدينه وكثره التعقيد فيها من عدمه والفرص المتاحه، او بروح لمكان ثاني، وكيف انت تربط نفسك، انت مرتبط بمكان معين ولا مستعد تروح للفرصه اي مكان. فهذه يعني في العوامل اللي عندك. فأسهل شيء أنك تمشي مع الناس اللي تشبهك وتسوي الأشياء اللي أنت قادر تسويها. فهذا يعطيك يعطيك تعلم مجتمعي مستمر، لأنه عندنا شيء داخلي وفي شيء تعلم خارجي وفي محفزات، ودائما يمشي سنة مع اللي أعلى منك. تحدى ذاتك دائما عشان تصير في، وعندك تقييم ذاتك من أول وتتابع فيه. فيسمونها الكونتكست بيست، اللي هو البيئة المحيطة والوقت اللي انت فيه، والنصائح اللي موجوده تاريخيا في مواضيع معينه ممكن تصير صحيحه وممكن ما تصير صحيحه. وفي كثير مهارات تراها الناس تخلقها من لا شيء، لما تدمج مهارتين ثلاث اربع مع بعض وتشوفها بطريقه معينه. بما ان نروح للمهارات، خلينا كده نفكر، يعني نسال سؤال مهم، ايه خمس مهارات النهارده انا كشاب لازم اتعلمهم بغض النظر عن مجالي؟ دخلت في مجال محاسبه، دخلت في مجال حاجات كده هتميزني عن غيري وحاجات هتساعدني في التجربه بتاعتي، من وجهه نظرك ومن خلال خبرتك في تدريس وبزنس واكثر من قطاع. في كثير بحوث صارت ومقاييس علميه صارت في المجال هذا، ومنشوره اونلاين ومعروفه،
ويقدرون يتابعونها يعني المستمعين ويروحونها. لكن أتكلم عن تجربتي الشخصية والوعي اللي صاير ومن الاحتياج اللي صاير والنقص اللي صاير عند المجتمع اللي محيط فيه مثلا في الرياض في الوطن العربي في اللي شفته في بالذات في المجتمع الخليجي. بدل ما أتكلم عن المهارات لأن المهارات في كل قطاع تختلف من قطاع لقطاع، لكن لازم يصير عندنا احتياج أساسي أن نفكر إيش القيمة اللي بنضيفها للمجتمع واللي تتوافق مع قدراتنا الذاتية. هذا شيء أساسي أشوف الشباب يفتقدون له، وأنك تصير واعي بالتصرفات اللي تسويها وتتعامل مع الظروف اللي عندك. ما تبغى أنت ظروف، يعني المشكلة الواقعية مش موجودة. سهل أني أحط لوم وأسباب على الطرف الآخر. تعامل مع الواقع لخلق نجاح من المعطيات اللي عندك، ولازم يصير عندك امتنان للظروف والوضع اللي أنت فيه، لأنه أي واحد في الواقع المحيط عنده موارد كثيرة، في غالبية الناس عندهم موارد كثيرة إذا أقل ما فيها الصحة، إذا كانوا عنده وعي زين، وتصير صادق مع نفسك عشان تصير صادق مع الآخر عشان الناس يحسون فيها، لأنه الناس أذكياء جدا وفهمهم عالي جدا. فبعدين الموارد تتاب انتو، يعني مثلا احتياج للكوميونيكيشن او التواصل، احتياج لفهم التقنية وتصير يعني او اتقان مهارات البرمجة شيء اساسي، العلاقات عندك مهارة معينة، اتقان لإدارة المشاريع، اتقان للفهم والتحليل الوضع القائم اللي انت فيه والتفكير الاستراتيجي، عندك مهارة أساسية تبدأ فيها وتضيف لها مهارات as you go. ولازم يصير عندنا جوع داخلي للتعرف على احتياجات. أنت تسوي تشيك بينك وبين نفسك، عندك جوع داخلي، لازم يصير عندك أنت الموتيفيشن فور يور سيلف، أنت الدافع لنفسك، أنت المحفز لنفسك. إذا أنت you don't care no one will care، إذا أنت ما تهتم والله ولا حد داري عنك، في زيك 7 مليار وزيادة، يعني لا تشوف نفسك آخر حبة في المجتمع، وخيرك لك ترى يعني، لكن وتضيف بيزيد خيرك وبيزيد شركائك في الحياة. جميل. طيب أنا هاخد حتة الكوميونيكيشن أو حتة التواصل، مهارات التواصل، وهروح ناحية اللغة الإنجليزية. هل شايف إنه يعني اللغة الإنجليزية النهاردة موضوع حافي من الإعراب بالنسبة لنا ككل بقى، مش 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 حد هو بيدرس إنجليزي فهو كده كده بيدرسه، لا بالنسبة لنا بشكل عام، يعني في مجال المال والأعمال، لأن أكثر الخدمات والسلع تنتج لقطاعات تتكلم اللغة الإنجليزية. زين. الآن هذا الواقع. لو إحنا خدماتنا والسلع أنتجناها في اللغة العربية من ألف إلى الياء أكثر، ما نحتاج اللغة الإنجليزية. لكن عشان القصور اللي عندنا في السابق، نصير الآن ندخل على حتتهم وملعبهم ونتعلم اللغة الإنجليزية عشان نعرف هذا، وبعدين يزيد إنتاج معطائنا. لازم يصير عندنا يصير منتج كامل 100%. أنت لو تتكلم مع المواد الخام اللي تجيك باللغة العربية وتأخذها وكيف يتعامل معها وكيفية السلعة والخدمة والمستهلك باللغة العربية، تحتاج تتكلم لغة ثانية؟ ما خلاص كده، طالما كل شيء كده. لكن شنس ان في او بما ان في مراجع ومصادر معينة ومنتجات معينة بحتاج استهلكها باللغة الانجليزية فلازم اتعلم. روح للروس يتكلم الروسي، روح لليابان ينتجون ويتكلمون بالياباني، لان اللغة تراها هوية زي الام زي الوعاء، زي اللغة وعاء للهوية، ليست حروف وكلمات. لانك اي لغه تتكلمها انت باللاوعي حقك بتتصرف بالقيم حقت اللغه هذه، صح؟ او اللي تعلمت منهم هذه اللغه، وتصير انت فقط يعني هويتك، او 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 اضافت، خلينا نقول بالذات لو انت اتقنت لغتك الام وتعلمت لغه تانية فانت بتضيف لنفسك. لكن يمكن ممكن دي بقى نروح للنقطه الامثله، كاحتياج تاخذها كاحتياج. اتعلم اللغه الفرنسيه عشان اخذ ايش عند الفرنسيين في، اذا كانوا متخصص مثلا صناعه البيستري او صناعه المعجنات والحلويات، اروح عشان اتعلم منهم المهاره وبعدين احطها في لغتي واعيش في لغتي. زين. واروح لهذول اتعلم لغتهم واخذ منهم، لان اللغه كرامه زي الوجه، زي هويتك، زي اعتدادك بذاتك. يا اخي اللغه وعاء للقيم، يعني شيء ما نقدر نفكر انه احتياج ولا مو احتياج. لغتنا الام هي لغتنا، هو كرامتنا، هو اساس قيمنا. اذا تبغى تستعبد احد اعطه لغتك. طيب صح، يتغير تماما. وسائل من وسائل الغزو، شوف لما المستعمر يجي المكان يحط لغته الاساس، وشوف تاريخيا اقرا التاريخ، التعليم بتاع المكان اللغة. ياخذ اللغه الام ويحطها لغته الثانيه عشان يتصرفون زيه، فيصيرون تابعين فكريا له، فيصيرون يقدسون يعتبرون انفسهم لا اراديا درجه ثانيه او ثالثه او رابعه او مش درجه اصلا.
هذه من قيم فعلا الحفاظ على اللغه مهم وده ما يتعارضش مع مش عشانك حاب اللغه العربيه ولا اللغه العربيه تبغاك لا عشانك تحافظ على كرامتك عشان تصير انسان لك قيمه مجتمعيه وانسان لك هويه صح وتصير تعد هيك ما شاء الله عمرك قرابه ال 50 صح لا لا مش 50 انا الى الحين اعيش بعمر ال 20 يا ترى ايوه ما شاء الله اعيش بعمر ال 20 لانه دائما الواحد عنده احتياج يضع نفسه في المكان اللي يحس انه يقدر يعطي فيه اكثر صحيح فلما تكون شغوف بحاجه وحاسين طب بتضيف ليها فمساله العمر دي مساله مجرد رقم يعني مجرد رقم ونتقبل اعمارنا ومبين اني انا يعني فوق ال 30 35 فوق ال 40 بالضبط لكن كيف نتصور الحياه وكيف نتفاهم تعاطينا معها وكيف نفكر احنا بنضيف قيمه لها او بناخذ منها يحط العقل الباطن وقدراتنا علاقاتنا يعني كثير من اللي يشتغل معهم انا اعمارهم 20 22 23 كل الشباب اللي يشتغل معهم لان احس انهم عندي قيمه مضافه يحتاجونها واحتاج منهم انا جهد كذلك العلاقه تبادليه ومستمره ومستقره ممتاز حلو طيب لو قلنا خلينا العمر اللي فات ده كله لو سالتك ايه خلاصه او عصاره التجربه ايه الحاجات اللي طلعت بيها من التجربه دي وحابب تنقلها للشباب دائما ما ننظر للخلف الا الموضوع واحد ان تجربه بنستخدمها صحيح ما نندم لانه كانت قراراتنا مهما كانت بافضل المعطيات اللي عندنا سواء تقييمنا او المعلومات اللي نعرفها لكن لازم ناخذ من الخلف الماضي او التجارب السابقه الشغلات اللي نبغى نتفاداها في المستقبل ولازم يصير عندنا كل يوم نقول اليوم جديد احتياجات جديده شمس جديده نهار جديد 24 ساعه جديده مجتمع جديد احتياجات خدميه واستهلاكيه ومجتمعيه وعامه جديده ف نتقبل هذا الوضع نتقبل التحديات ونمشي معها بصدر رحب وباقبال لازم يصير عندنا هذا الدافع الداخلي لازم انا اروح للحياه ما انتظرها تجيني لازم يصير عندي المبادره واليوم اقتصادنا مش ريعي اقتصاد راس مالي والقطاع نعتمد على انتاج السلع والخدمات لازم نساهم في الشيء هذا تمثل في رؤيه 2030 لازم نساهم في دعمها تمثل في رؤيه المحليه عندي في مجتمعي لازم نساهم فيها يا أنا أصير جزء أني أبني هذا التصور المجتمعي وهي المساهمة مني أفهم إيش المجتمع يبغى مني إيش الاقتصاد يبغى مني إيش الأفراد يبغون مني أنا ساهم في إضافة قيمة مضافة هناك أو أنتظر لين يجون يطلبون مني أو لين أنا أصير خارج المنظومة تماما جميل طيب لو قلنا ثلاث كلمات تلخص تجربة ولو انا كشاب بصيت لهم كده هيختصر يعني هيوفر عليا وقت ومجهود كنت هخطأ هغلط كتير ويعني هتعلم بصعوبه يعني خلينا نقول او هيفتح لي فرص بشكل افضل على سبيل المثال يعني من الحاجات اللي انا تعلمتها على مدار 5 6 7 سنين اللي فاتوا هي انك تجتهد وتسعى واعمل كل ما هو ممكن وما تبصش على النتيجه دلوقتي النتيجه كده كده هتيجي لان الكل اجتهاد ثمره فايه ثلاث حاجات كده تعتبر خلاصه التجربه الفتره اللي فاتت بالنسبه لي كل يوم احاول اعيش في النظام هذا الثلاثي اول شيء لازم اتصور اللي ابغاه اليوم زين اليوم وبكره وبعد شهر بعد سنه بعد لازم يصير عندي انا تصور ذهني داخلي صوره مؤمن فيها شيء مكتوب كتبته بقلم ورقه سويت له صوره وشفته شيء عندي هدف يسميه الفيجن يسميه تصور يسميه التوجه يسميه القبله عندنا يسمونه القبله عند الغرب يسمونه النورث ستار لازم يصير عندك كلير ماب ان يور مايند لازم يصير عندي انا شخصيا على المستوى الشخصي تصور واضح ايش منه انا وايش ابغى ثانيا كل يوم لازم اتعرف على الموارد المتاحه عندي ايش اللي بستخدمها كانه بعد فيها جديد معي ثالثا لازم عندي ثقه في اني اقدر اسوي اي شيء ابغاه تعلم نتعلم موارد نحاول نوفرها واشتغل باللي عندي ما اشتغل فيه في النقطه الثالثه اشتغل بالمعطيات ما اقدر اشتغل على البوك حقك وحسابك البنكي وعلاقاتك اشتغل على اللي عندي فتعامل مع الموارد الحقيقيه انت منتج اللحظه هذه وواقعي صحيح غير كذا إذا حطيت الأسئلة الثلاثة والموارد الثلاثة إيش التصور عندي مستقبلي واضح
انا جاهز وقادر اني اتعلم، ايش المعطيات اللي عندي بتستخدمها؟ خلاص. رائع رائع ما شاء الله. طيب دكتور ناصر، ايه يعني رساله توجهها للشباب النهارده؟ كلمة الدكتور أنا أحطها لنا في الجامعة ولما أجي محاضرات، وهذه يحتاج هناك لاستحقاق معين ومتطلبات معينة في الحياة. أنا ناصر ويسترب هالقبعات دي ونعيش الواقع. والله أنا بقول لك دكتور، مجرد الكلام معاك هو اللي خلاني أقول دكتور بعيدا، حتى قبل ما أعرف الباك جراوند الجامعية، فاهم قصدي؟ طول عمرك. لما تلاقي حد ما شاء الله بيتكلم ونظريات وفي خبرات، فانت بطبيعه الحال بتعطيه وحسن ذاتك طول عمرك. بالعكس، شيء واحد اقول للشباب، لازم انت مسؤول عن نفسك، لازم تاخذ قياده امورك بنفسك، لازم تاخذ قياده امورك بنفسك وتتعامل مع الواقع، مع الموارد اللي عندك. وسهل ان نحط نرمي حمولنا واللوم على الاخر، وسهله وبيحقق لك الاكتفاء الذاتي، بس مو معطيك غير انه الرضا الذهني والراحه الذهنيه، بس بيعطيك شيء مو معطيك ولا شيء. طيب تحب تضيف اي شيء؟ اول شيء اشكر اللحظه هذه، واتمنى قيمه مضافه للجميع، واشكركم على الوقت اللي قضيته معنا، ونتمنى نتقابل في المستقبل بلقاءات اكثر وباسلوب الطرح شخص لشخص، روح لروح، وقيمه وتجربه وفائده للجميع. الله يبارك فيك، انا بشكرك جدا والله، وحابب استغل وجودنا دلوقتي على الكاميرا، يعني ان اقول لك فعلا من اول مره قعدنا اتكلمنا ما شاء الله في فاليو جميله بتقدمها من ناحيه العلميه ومن ناحيه الحياتيه والخبراتيه، والاجمل من كده يعني سبحان الله كل مره بنتقابل في ناس حواليك وبيسمعوا وبتتناقشوا، واحنا بنخش في النقاش وبترحب بالكل وكده، فوجود ليك بودكاست او حاجه بجد هيفرق معانا كتير. فانا نفسي يعني انا اول واحد هيكون بيتابع ان شاء الله. انا ممتن لك شخصيا وللفريق اللي معك، وكذلك على المتابعين للقناه والاخوان والاخوات اللي اعطونا الثقه هذا وشاركونا بوقتهم الثمين. الله يحفظك دكتور. يعني شكرا جدا على الاستضافه وعلى التعامل الحسن وعلى كل شيء، يعني الله يبارك فيك. الله يجزاك، شكرا لك. الله يحفظك. نعم سعيد طول عمرك.